المحجن تكنولوجي باللغة الإنجليزية، السياسة والمجتمع باللغة الكردية، أثر وظائف الإدارة المالية في إدارة الإنتاج في إقليم كردستان باللغة العربية، إضافة إلى 1367 مقالاً وتقريراً في الصحف والمجلات الصادرة في إقليم كردستان. دراسة منشورة حول دور المرأة الكردستانية في ثورتي جولان وأيلول، دراسة منشورة وتحليل لكتاب الرئيس مسعود البرزاني البرزاني والحركة التحررية الكردية، مشاركة في 14 مؤتمراً كمتحدثة ولها 11 بحثاً، وشاركت في الاستفتاء كمتطوعة. تطاول ليلها ونهارها حتى قالت ليس بمنقض، فدخلت في مجال التعليم ودرست وعملت كمستشارة قانونية في مطار أربيل الدولي، وكذلك كمستشارة في وزارة البيشمركة، وأيضاً كرئيسة لمنظمة أريانا لتمكين المرأة، حتى استقر طائرها في ركن وجدت فيه نفسها كقانونية في دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان. هذه هي باختصار ميادة محمد إسماعيل صالح النجار. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة إطلالة. طبعا اليوم إطلالتنا هي مع دكتورة ميادة النجار. أهلا وسهلا فيكي. اليوم رح نتعرف فيها شوي على مسيرتك وعلى إطلالتك كامرأة سياسية وكامرأة أيضا امرأة كردستانية. بالبداية حابين نحكي شوي عن السياسة. أنت كامرأة كردستانية كيف بتشوفي مشاركة المرأة الكردستانية بالبرلمان أو بالمشهد السياسي؟ هي أضافت شيء للمشهد السياسي؟ أهلا بكم. أكيد المرأة نصف المجتمع، ودائما هي تساند الرجل في جميع مسارات الحياة، في مجالات قتالية، في مجالات اقتصادية، في مجالات السلطة التنفيذية، في مجالات الأعمال الحزبية، ويجب أن يكون لها دور في المجال السلطة التشريعية. ونحن في إقليم كردستان المرأة شافت دورها، ولكن ليس بطموحنا، نريد أن نشارك الرجل أكثر حتى نضيف قوة أكثر ونسانده في جميع مجالات. مثلا نعرف أن المرأة الكردية كانت تعمل كبيشمركة وتساند الرجال في وتشارك الرجال في القتال، وأيضا كانت تراعي الأطفال وتراعي بيتها، وكانت تعمل خارج البيت حتى تستطيع أن يعني هي باعتبار هي كانت امرأة يعني قوية. يعني عم تقولي انه بالقديم او كانت تساند البيشمركة، كانت امرأة يعني كمان هي تحافظ على البيت على الاولاد في وقت غياب البيشمركة هو بجبهات القتال. يعني حتى نحن كنا نسمع انه المرأة الكردستانية بايام الثورات كانت حتى انه هي تحاول توصل السلاح للبيشمركة. هي كانت يعني من صحيح هي ما بتقاتل وجه لوجه، لكن هي كانت مناضلة. طيب بعد 1990 بعدها شو هي دور كانت دور المرأة الكردستانية؟ كيفما كانت دورها في قبل سنة 91 تساند البيشمركة نفس القوة يعني في القتال، وتشارك الرجال في الخنادق الحرب والثورة، وتراعي بيتها وتراعي أطفالها، أيضا الآن وجه آخر للمرأة، وهي وجه المشاركة الفعلية للمرأة في السلطة التنفيذية وفي الأعمال الحزبية وفي السلطة التشريعية. ولكن أرجع وأقول وهذا ليس من طموحنا، لأن المرأة الآن ستشارك السلطة التشريعية بكوتا، فيجب أن تكون المرأة مثلما الرجال يصوتون له ويحصل على أصوات المواطنين، يجب أن يعني تراعي المرأة أيضا بنفس قوة الرجال، حتى تضيف المرأة قوة لقوة الرجال لتساند الرجال. يعني بتكون أنه تكونوا بنفس المستوى بنفس القوة. نعم. بنفس العطاء. نعم تقريباً. هذه التطورات اللي نشوفها في الدول الأوروبية. هاي طموحكم ولا حالياً أنتم بتشتغلوا على هذا الشيء؟ احنا نشتغل على هذا الشيء حالياً. إذا نلقي نظرة على الدول الأوروبية فهم الأكثر تطوراً، لأن هم المرأة يعطوها نظرة مثل نظرة الرجال وليس مجتمع ذكوري. مع الأسف مجتمعنا لحد الآن مجتمع ذكوري، ولكن بعد سنة 91 قدرنا يعني احنا المرأة الكردية نحصل على كثير من
أمور ونحصل على كثير من حقوقنا. إذا نقارن المرأة الكردية مع المرأة العراقية نشوف أكثر شيء متطورة ولا لا؟ أكثر شيء متطورة ومتحررة، والقانون بصفها والحكومة بصفها. فمثلا يعني فينا نقول انه وصلنا نوعا ما شوي للمجتمعات الاوروبيه، يعني من ناحيه تطور. نعم المراه. نعم المراه الكردستانيه. المراه الكردستانيه، اذا نقارن المراه الكردستانيه بالمراه العراقيه، فنشوف المراه العراقيه لحد الان كانوا يردون قبل فتره يعني يشرعون قانون بتزويج طفله 9 سنوات عمرها. فهاي الامور ما موجوده في اقليم كردستان. انت كامراه قانونيه شو بتشوفي انواع من القوانين اللي بتساند المراه الكردستانيه غير القوانين طبعا العراقيه، القوانين الكردستانيه اللي بتساند المراه الكردستانيه وبتطورها؟ نعم، اهم القوانين اللي صدرت في برلمان اقليم كردستان قانون غسل العار. يعني قبل كانوا يقتلون المراه ويقولون هذا غسل عار، والان هذا غير معمول به، يتعاملون به بقانون العقوبات العراقية. يعني هذا الشيء راح نهائيا. نعم راح حتى نهائياً. يمكن قانون زواج القاصرات كان مرفوض من قبل برلمان كردستان. نعم مرفوض نهائيا في كردستان. وهاي القوانين هي بتساعد المرأة، بتساعد المرأة بتطورها بتحريرها في كثير من الأمور. طيب المرأة الكردستانية طبعا هي مرأة، انت قلت ان هي مشاركة بكل المجالات، يا ترى هي مشاركة هاي المرأة الكردستانية بكل مجالات جنبا مع جنبا لجنب مع الرجل، يعني هي مشاركة لأرضاء الغرور ولا هي مشاركة فعلا فعلية هي بتساعد الرجل في عملية البناء؟ لا ليس غرور، مشاركة المرأة في هذه الأمور، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة خلينا نقول الأعمال الحزبية، البوستات الحزبية، يعني المرأة كلها فعلية وتعمل بها، ليس لإرضاء الرجال ولكن لإرضاء نفسها ولإرضاء غرورها، كأنها إنسانة تعيش على أرض الواقع وتريد تخدم بلدها. يعني هي امرأة اجتماعية بتحاول تساعد المجتمع الرجل. طيب نحكي عن مجال فترة الاستفتاء، استفتاء كردستان، طبعا انت شاركتي يمكن بالاستفتاء واكيد شاركتي بالحملات الاستفتاء، تحكي لنا شوي عنها بمشاركه المراه الكردستانيه بهذا الاستفتاء، هي كانت بمستوى الطموح، هي كانت من ناحيه الكميه، كيف شفتي؟ طبعا الاستفتاء اهم مرحله من مراحل اللي مرت بها اقليم كردستان. طبيعي كاقليم كردستان ذكرا انوثا يعني شاركنا في الاستفتاء والحمله الاستفتائيه. طبعا المرأة شاركت في جميع مراسمها وفي الحملة الانتخابية، وأنا اشتغلت كمتبرعة مع الاتحاد النسائي في حملة الاستفتائية، وكنا نقوم بزيارات ونقوم بتوزيع الأعلام الكردستانية وتشجيع المواطنين على المشاركة وتشجيع النساء على المشاركة في، يعني كان في عندكم برامج معينة تشجع النساء على الاستفتاء؟ نعم. أنه تحاول تشارك بعملية الاستفتاء أو العملية السياسية الموجودة حاليا؟ نعم، وقمنا بكم سيمينارات وكونفرنسات في خارج أربيل وداخل أربيل لتشجيع المواطنين وتشجيع النساء حتى يرون بمنظورهم يرون بأهمية الاستفتاء بمنظورهم. نحكي شوي عن الجانب الشخصي لدكتورة ميادة النجار. بالبداية أنا حابة أسألك، السياسة والزواج أنت ليش يعني لهلا تأخرتي بالزواج ما تزوجتي؟ طبيعي الزواج ركن من أركان، ليس فقط أركان الإسلام، ركن من أركان المجتمع أيضا. صح. بس نظرتي مختلفة في هذه المسألة. يعني شلون مختلفة نظرتك شوي؟ مثلا الوالد كان مريض، أنا كنت أراعي وأساعده في الفترة المرضية، والآن الله يرحمه. كنت مساندة ومساعدة؟ نعم يعني مساندة طبعا. أنا وأختي دكتورة أشواق كنا بالبيت، البقية متزوجين، أخواني وخواتي متزوجات، فأني وأشواق كنا نراعي الوالد ونساعده ونسانده دائما، لأن هو كان إنسان قمة الأبوة وقمة الحنان، ويعني وخاصة البنات دائما
يكونون متأثرين بالوالد أكثر مما متأثرين بالوالدة. أكيد البنات هن عاطفيات أكثر، حنونات أكثر على الأهل، يعني فينا نقول إنه السبب هي بس العائلية هي. طيب السياسة وين رح تكون؟ يعني برأيك إذا تزوجتي إنه السياسة رح تأخذك من الزواج، رح تأخذك من الحياة الزوجية؟ لا أبداً أبداً، الإنسان الشاطرة تقدر يعني تكون ربة بيت ناجحة وسياسية ناجحة، وحتى يعني في المطبخ تكون ناجحة. تمام، يعني المرأة الكردستانية هي مرأة ناجحة بكل المجالات، فمجال السياسة ومجال العمل خارج يعني هي ما بيأثر على حياتها الزوجية. بالضبط. انت يعني انه بنظرك مواصفات معينة للزوج المستقبلي، يعني عندك قياس مقاييس معينة؟ اكيد كل مرأة يمكن كل بنت عندها مقاييس يعني. نعم دائماً. بس لحد الآن ما فكرت بهاي الموضوع وبهاي المسألة، وما مخلي ببالي شيء او صفات معينة اللي لازم يكون بالرجل اللي ارتبط به. يعني ما في شيء معين مثلا تكافؤ معين. اي شيء تكافؤ فكري اكيد أو لازم تكافؤ متساوي. يعني شغلات ضرورية لازم افكار واراء متساوية لا تقدروا تكملون. طيب نحكي كمان عن دعم الاهل، طبعا انت ذكرتي انه الاهل كانوا دائما بيدعموك بمساله السياسه، بمساله السياسيه بدخولك مجال السياسه هن دعم لك. تحكي لنا شوي مين اللي دعموك، مين اللي ساندوك بهذا المجال؟ اكثر شخص بالعائله اللي ساندني هو الوالد، دائما كان يساندنا ويساعدنا حتى نحصل على اعلى الشهادات ونعمل بمجالات مختلفه، واحنا نختار المجال، مو هو كان يفرض علينا لازم اني اشتغل بهاي المجال او اختار هاي المجال. كان دائما يساندنا، وخاصة البنات كان يفضلهم على الولد. ليش يعني دائما يفضل البنات؟ دائما الأب حنون صح، بس يمكن أغلب منطقتنا بالشرق الأوسط دائما متعلقين بالأولاد أكثر. بالأولاد أكثر، فشلون مجتمع ذكوري عندنا؟ احنا البيت صح. كان أنوثي صح، فهو يتعلق بالبنات أكثر شيء. نعم. حاليا مين يعني مكان الأب اللي بيدعمك من الأهل أو من الأصدقاء؟ يعني بتاع أن الأب كان داعم الله يرحمه بعد وفاته، مين الدعم لإلك؟ طبعاً الأخ الكبير يأخذ مكان الوالد، أخويا الكبير يساندني ويساعدني بالحملة الانتخابية أيضاً، وأي شغل أني أختار أي عمل أختار أعمل به هو يساعدني ويشجعني على أخوض هاي التجربة حتى أشوف نفسي. هل يعطيك جرأة؟ يعطيني جرأة. نعم، يعطيني قوة. الوالدة أيضا هي كمان يعني لها دور. هي أيضا تساعدني وتساندني أيضا لها دور. نعم، الله يطول بعمرها. طيب الأصدقاء وين موجودين بحياة الدكتورة ميادة النجار؟ أنا إنسانة اجتماعية جدا، عندي صديقات وأصدقاء زميلات وزملاء دائما، يعني أوقات فراغ نقعد وندردش ونبدل آراء. حتى كمساهمين كداعمين نعم. انه مثلا دعم لك بيساعدوك بمجالك؟ نعم، دائما يساندوني، اي مساعده اطلب منهم يساعدوني واخذ ارائهم. طيب انت حكيتي ان احنا حكينا شوي عن المراه الكردستانيه، انا حابه احكي عن المراه الكردستانيه لكن بمجال ثاني بشيء ثاني، انه كيف المراه انت برايك يعني كيف بتشوف المراه الكردستانيه داخليا وخارجيا؟ يعني انه هي المراه اللي بتهتم بحالها، المراه المتطوره اللي تحاول كشكل كمظهر كعمل، يعني انه هي بتهتم بحالها بالبيت وبرات البيت، اختلفت تطورت مع الايام؟ اكيد دائما الانسان يتطور من جيل الى اخر، من سنه الى اخرى. المراه الكرديه مراه مثقفه، مراه متحرره، مراه يعني تعمل بجديه، يعني هي تريد أن تكون الدرجة الأولى، يعني تأخذ الأجواء حتى من الرجال وتهتم بنفسها حتى تتواكب التطور اللي تمر. طيب أنت كيف بتشوفي هاي المرأة اللي بتحاول تأخذ الأجواء من الرجال، هي إنه بتشوفيها سلبية ولا إيجابية؟ لا إيجابية. ليش دائما الرياجيل يأخذون الأجواء من المرأة حتى إحنا خلينا نأخذ الأجواء من عندهم؟ أحيانا خلينا نكون نحن المتميزين. بالضبط بالضبط. إنه هي مهتمة بحالة، بتشوفيها كتير مهتمة بحالة، تطورت عن قبل من المرأة العراقية يعني يمكن قبل 10 سنوات كيف كانت؟ نعم طبعا، الظروف الاقتصادية تلعب دور مهم جدا، خاصة بعد قبل سنة 2014 الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان كان في حال جدا عالي، وفي
هاي الفترة المرأة اهتمت بنفسها أكثر واهتمت بجمالها وثقافتها وسافرت وشافت الدول الأخرى، يعني قدرت تطور نفسها من الداخل ومن الخارج. أنت سافرتي طبعاً أكيد، كيف شفتي الفرق بين المرأة الموجودة برا وبين المرأة الكردستانية؟ يعني أنه بالمرأة بالمجتمعات الثانية والمرأة الكردستانية، شفتي أنه المرأة الكردستانية تطورت مثل هون؟ شفتي شو هي بتحتاج المرأة الكردستانية لتواكب التطور؟ نعم، الفرق بيناتنا وبين الغرب، المرأة هناك يعتمدون على العمل فقط، يعني لا يعتمدون على الشكل الخارجي، يعني عمليين أكثر من ما هو المرأة في كردستان أو المرأة في شرق الأوسط. والمرأة بحد ذاتها يعني كأنثى جميلة، يعني حتى لكن بتحب تهتم بحالها. أكيد أنت مع أنه تهتم بحالها على عمليات التجميل وهيك شيء؟ أكيد المرأة تحب تكون يعني أجمل مما هي عليه، يعني المظهر الخارجي خاصة. بس كعمل كمضمون داخلي أيضا يجب المرأة تهتم بداخلها، تعمل بجدية وبنشاط حتى تستطيع أن تأخذ الدور اللي مرسوم في ذاكرتها لنفسها. يعني فينا نقول إنه مو بس تهتم بشكلها، كمان تهتم بثقافتها، تهتم بالتعليم، تهتم بالتوعية، إنه لتواكب المجتمعات الثانية. نعم أكيد لازم تهتم بالقراية، تهتم بالرياضة، تهتم بنشاطات أخرى، نشاطات اجتماعية، شارك بالمجالات، نشاطات ثقافية، ليس فقط من الدوام ترجع للبيت، يعني هاي هي حياتها الروتيني يومية نفس الشيء تعيدها. لازم يكون شغلات أشياء جديدة في حياتها. الظلمة والشيخ محشي هي من الأكلات الصعبة فعلا يعني، بس أنت يعني أكثر أكلة أنت بتعرفي تطبخيها وتشوفيها أنه هي فعلا تطلع طيبة من تحدياتك؟ دولمة وكفتة. الكفتة أكثر شيء. طيب أنت يعني دائما بالبيت موجودة بالمطبخ، الأهل يطلبون منك طبخات معينة؟ لا والله مش يعني مو دائما، لما يصير عندي مجال فراغ أدخل مطبخ. في حال الطلب، يعني في حال الأم طلبت، الأخت طلبت، خاصة أنه أنت مثلا تطبخين بشكل جيد. أي بالضبط، لما هم الأهل يطلبون أطبخ لهم، بس مو دائما، يعني ما عندي مجال لأن مو متفرغة بالبيت دائما أطبخ أعمل. نعتبر أن الطبخ هي من ضمن هواياتك، يعني أنت لما بتكوني عندك وقت فراغ بتحبي تمارسي هوايتك بالمطبخ وتعملين الطبخات، حتى طبخات الدسمة، أنت مو من نوع الخفيف نهائيا. نحكي كمان شوي عن هوايات أخرى، يعني أنت لك اهتمامات أخرى يعني ما عدا الطبخ، شو هي اهتماماتك؟ كيف بتقضي أوقات الفراغ؟ يعني أنه مثلا عندك لما بيكون عندك فراغ وأنت خلصتي شغلك بالمطبخ. أوقات فراغي يعني قليلة، ما عندي أوقات كثيرة، بس عندي هوايات طبعاً. لما يصير عندي مجال أروح السباحة، حلو، هواية. كتابة، أكتب مقالة، لأن أيضاً عندي كتابات كثيرة أنشرها في الجرائد طبعاً، رح نحكي كمان والمجلات، فأهتم بهاي الجانب. وأيضاً أحب الشوبينج يعني كتير. طبعاً هاي كل النسوان تحبها، يمكن أكثر شيء الشوبينج هي يعني هي من الهوايات المفضلة عندنا أكيد. أنا من هوايتي المفضلة يعني الشوبينج. طيب أنت يعني لما بتمارسي، هلا في بعض الناس لما بيكونوا معصبين يحبوا دائماً يروحوا شوبينج، ما أعرف، يحس إنه هي تنفيس بالنسبة لهم. أنت لما بتكوني معصبة وبتكوني مزعوجة من شغلة، يعني شو بتعملين؟ نامين، تأكلين، طعي شوبينج؟ اطلع شوبينج، يعني شوبينج يعني الطاقه السلبيه اطلعها بالشوبينج، يعني تفشي خلقك بالشوبينج دائما. طيب الازياء والموضه شلون هي عندك، باعتبار انت بتهتمين بالشوبينج بمساله الملابس، فاكيد معناته انت مهتمه كمان بالازياء والموضه. شلون الازياء والموضه مثلا؟ انت بتحبي تشاهدي عروض الازياء؟ انت بتحبي انه مثلا تواكبي الموضه، تلبسي نفس الموضه، ولا شيء يناسبك، ولا شلون هي اختياراتك؟ طبعا أهتم جداً بهاي المجال، لأن أناقة المرأة ضرورية جداً، وخاصة في هاي المجالات اللي أنا أشتغل بيها. فالموضة يعني جزء من حياتي، بس ما يعني ألبس إلا لازم الموضة الجديدة، أختار شغلة يعني تلبق
لشخصيتك. شخصيتي. طيب الالوان اللي تفضلينها، شو انواع الثياب اللي تحبينها؟ تحبين مثلا الرسمي ولا الكاجوال ولا شلون انه اختياراتك كمان بهاي المجال؟ اقضي كل يعني اكثر اوقاتي بالعمل دائما اختار الفورمال الرسمي. طيب نجي كمان عن شيء ثاني، انه مثلا انت عايشه يمكن بالمدينه بدرجه المدينه واحيانا بتحبي الطبيعه، يعني انت لو القرار لك بمساله العيش وين بتحبي تفضلين تعيشين؟ بمكان بعيد عن الضجة والمدينة تحبين تعيشين، ولا بنفس المدينة تحبين تكوني دائما قريبة من الازدحام من الضجة الموجودة فيها؟ طبيعي أحس خارج المدينة، بس مو كتير بعيد من المدينة. أحس أعيش يعني أحب أعيش بأطراف أربيل، حتى شوية أبتعد من الضوضاء وال... تحبين الهدوء؟ أي نعم، الخضار، الهدوء، السماء. طيب الأصدقاء إذا كانوا بعيدين بهالمجال بهذا الوقت، يعني مثلا أنت أطراف المدينة هنا موجودين بالمدينة، يعني أنه في بتحكون مع بعض بتلتقون بمكان معين، ولا بتحبين أنت بتجي وتروحي لعندهم هن يجوا لعندك؟ أكيد نتفق، لو أنا أروح عليهم لو هم يجون علي ونقعد نقضي أوقات جميلة. تحبين الحياة الاجتماعية؟ جدا. مع العائلة؟ مع العائلة، مع صديقاتي أكثر شيء. المناسبات الاجتماعية؟ مو دائما يعني متواجدة، لأن شغلي كثير وصار لي فترة قصيرة كملت الدراسة، يعني كنت مشغولة بالدراسة. طيب المجال السياسي باعتبار أنت موجودة حاليا فيه، لو ما كنتي بمجال السياسة وين كنتي تحبي تكونين؟ يعني شو هي المجال اللي انتي كنتي بتفضلي تكوني فيه؟ قانونية، إعلامية. أحب الإعلام كثير. تحبين الإعلام؟ تحبين تكوني مثلا صحفية؟ صحفية، كاتبة، ناشطة، يعني هاي المجالات اللي انتي بتحبيها. بتتابعين كرة قدم؟ باعتبار نحن عنا الناس كثير عم تتابع كرة قدم هون. إيه أنا هم أتابع كرة القدم. يعني تحبين كلاسيكو؟ ما بعرف اذا بتتابعين. يعني مرحله الطفوله كنت اشجع الالمان البايرن ميونخ، بس بالسنوات الاخيره ريال. كلنا رياليين مبين علينا. يعني انت بتحبي احيانا متابعه كره القدم، وتحبين الرياضه بشكل عام ولا بس بكره القدم؟ يعني بحياتك العاديه؟ لا بشكل عام. بحياتك العامية بتمارسي الرياضة؟ بتحبين الرياضة؟ نعم، لما كنت في مرحلة الإعدادية كنت طالبة في كرة، يعني كرة الطائرة. في كرة الطائرة. وكابتن بالفريق. حالياً لا، بعيدة. أي بعيدة، بس لما يصير عندي مجال أروح للسباحة. بس حالياً إنه السباحة هي المفضلة. نعم. عندك ما بتروحي بالجيم؟ لا مشي. لا لا لا. ركض. لا. ما في هيك شيء أبداً. لو فتحنا ألبوم ذكريات ميادة النجار، أي مرحلة بتحبي إنه تتوقفين عندها، وأي مرحلة بتحبي لو الزمن يعود لها، يعني يعود زمن إنه ترجعي تعيشين هاي الحياة هاي المرحلة؟ طبيعي يعني أحب أرجع للطفولة، العيش بكنف والدي، لأن أنا جدا متأثرة بفراق والدي. يعني مرحلة الطفولة هي المفضلة عندك. طيب مرحلة الشباب حاليا اللي هي كمان مرحلة مهمة صارت، يعني إنه فيها عمل كثير، فيها اجتهاد، فيها تعب، يعني هي كمان ما تعتبر من المراحل المهمة؟ أكيد من المراحل المهمة، بس اللي أشوفها وأحس بيها حياة الطفولة وفراق الوالد جدا أثر عليا، فأتمنى لو أنت أخذتي شيء شخصية الوالد؟ أكيد. شو هي يعني الصفات اللي أخذتيها من الوالد؟ شخصية والدي كان كلش قوي وحنون بنفس الوقت، وكان يحب الحياة ويحب الجميع ويحب يسعد الناس ويخدم البلد. يعني أخذت منها هاي الشخصية من أبويا. هاي الصفات طبعا. طيب أنت شو رأيك بالنجوم العالميين حاليا؟ أنت بتتابعي الموسيقى؟ بتتابعي يعني أنه عفوا أنه بتسمعين الموسيقى العالمية أو بتسمعين الأغاني؟ بتحبي يعني أنه مثلا تسمعي حدا معين؟ أكيد أسمع، بس مو يعني نجم معين، أسمع بصورة عامة. وأتابع عربي. مسلسلات الأوروبية، الروسية، درامات الإيطالية. ليش بتحبي هاي الدراما، نوع من الدراما؟ لأن في فرق ويا الهوليود، إذا نشوف الأوروبية والهوليود ونقارنهم في فرق. يعني
قريبين من من العالم اللي احنا دا نعمل بها. اها يعني انه كمان يمكن انه حب الاطلاع للمجتمعات اخرى بتحبين انه مثلا تشوفين يعني الفرق بيناتهم. الفرق بيناتنا وشلون الحياه. طيب الدراما الكرديه هي يعني انه شي مره تابعتيها شفتي فيها تطور؟ اكيد في تطور. قبل النساء كانوا جدا قليلين بهاي المجال. بس هسه بنشوف المرأة يعني عددهم زادت في السنوات الأخيرة ويشاركون بهاي المجال، يعني سعيدة جدا بوجود المرأة في هذا المجال. طيب نحكي شوي عن طقوسك، يعني عندك طقوس معينة بالبيت الفترة الصباحية بالفترة المسائية مثلا؟ بتحبي انه فترة الصباح ما تروحين للعمل، تحبين انه تقعدين مع العائلة، او الفترة المسائية تجين بكير شوي من العمل بتحبين تقضي وقت مع العائلة شرب القهوة، شلون يعني عندكم طقوس معينة؟ الصباح احب اشرب القهوة في المكتب يعني في العمل ويا زملائي. تمام. بس المساء احب ارجع من وقت حتى اقعد ويا العائلة ونمارس الحياة الاجتماعية الطبيعية. طيب انت باعتبار عم تشربين قهوة اكيد، فدائما البنات يمكن اكثر شيء بيحبون طالع الفنجان، انت شو رايك بالابراج وقراءه الفنجان؟ انت بتؤمني بهذا الشيء؟ احيانا جربتي بتحبي تجربي؟ لا ما اؤمن بقراءه الفناجين أو الإيد. بس احب الابراج يعني اقرا اهتم بهم يعني بالأبراج. تهتمين بالابراج يعني تهتمين مثلا تشوفي يومك كيف بيكون، يعني حتى لو انه مثلا ما يصدو بس لكن حدا يحب ياخذ جرعه تفاؤل من البرج. بالضبط، بس مو دائما يعني اقرا اشوف الابراج بس مو يومي. شو هو برجك؟ اسد. برج الاسد، يعني انت بتعرفي صفات الاسد حاليا؟ طبعا. شو شخصيه قويه حنونه. ويحبون الابراز، يحبون اسعاد الناس، يحبون يعني. وانت حاسه انه هذا شيء قريب من شخصيتك؟ بالضبط. كمان نكون بمجال المراه الكردستانيه، نحن بنعرف انه المجتمع العراقي هو مجتمع عشائري، يعني حتى هون بكردستان كمان جزء كبير منهم هو مجتمع عشائري، رغم انه المراه كثير تطورت، مع ذلك نحن يعني برايك انه المراه لسه يعني وضع المراه بالمجتمع الكردستاني هي بحاجه لاعاده النظر، خاصه انه المراه بتعمل بكل المجالات من ناحيه التربيه من ناحيه الاعلام بتشتغل بمجال السياسه، كيف النظرة الذكورية يعني لساتها هي بحاجة لإعادة النظر، إنه لازم كمان تكون يعني هي المرأة تكون نصف المجتمع أو أكثر؟ طبيعي المجتمع مجتمع ذكوري، مو بس في العراق أو في إقليم كردستان، في شرق الأوسط ككل المجتمع مجتمع ذكوري، ولهذا نحتاج إلى إعادة نظر في بنية تحتية للمرأة حتى نستطيع أن نعمل ب أمور نستطيع أن نخدم الشعب والبلد أكثر مما هو عليه الآن. نحن كامرأة نعمل في السياسة، نعمل في الاقتصاد، نعمل في التربية، في مجال الإعلامية، في كافة المجالات، ولكن بعد ما وصلنا للمرحلة اللي نتوقف ونقول هاي هي احنا وصلنا للمرحلة النهائية في التطور والتقدم، بعد في عقليات متحدثة، بعد في عقليات أكيد، لأن المرأة أنا لا أطالب بالمساواة، لأن المساواة موجودة، أنا أقول المرأة نصف المجتمع وهي تربي النصف الثاني، تربي الأطفال. صح. الأطفال هم نصف المجتمع أيضا. صح. ولهذا المرأة يجب أن تعرف نفسها وقوتها وإمكانيتها، لأن إمكانيتها أكثر من الرجل. أنا لا أطالب بالمساواة. هذا برأيك أنه مثلا الرجل لازم يعطينا هذا المجال لنسبة حالنا؟ أكيد. فالمرأة هي أريدها تكون أحسن من الرجل، أحسن تطور نفسها أكثر من الرجال، يعني هي بحاجة لإعادة النظر. أكيد. طيب أنت حكيتي عن شغلة مهمة كثير أنه هي المساواة بين المرأة والرجل، أنت قلتي في مساواة، برأيك يعني حاليا بكردستان بإقليم كردستان في مساواة، ويا ترى بكل العراق موجودة هاي المساواة؟ طبعا مجتمع عن مجتمع مختلفة، في إقليم كردستان النساء أكثر متطورة، أكثر يعني حاصلة على حقوقها من العراق. نجي على نعطي مثال بسيط، السياقة لحد الآن في السعودية النساء نوعات يمكن آخر فترة أعطوهم فرصة حتى يسوقون إجازة السيارات وياخذون الإجازة السياقة،
بس هنا في إقليم كردستان إحنا صار لنا يمكن 30 سنة، أكثر من 30 سنة النساء تقود السيارة. شوف المرأة المقاتلة البشمرج يعني بالضبط. حالياً هي جزء من التطورات اللي صارت طبعاً يعني طبعاً. اللي حصلت يعني أنت بتأمني بالمساواة بين المرأة والرجل طبعاً لأنه باعتبار أنه المرأة والرجل هن بنفس المساواة يعني بنفس الحقوق، يمكن المرأة دائماً بتطالب أنه هي تكون بجنب الرجل بكل المجالات، أنه هي فعلاً لازم تكون سند حقيقي. فمعناته الصداقة بين المرأة والرجل، يا ترى هي الصداقة بتكون حقيقية ولازم تصير هاي الصداقة، ولا هي بس مجرد كلام ويساء فهمه خاصة بالمجتمعات، يمكن بالمجتمع العراقي أكثر شيء؟ الصداقة الموجودة بين الرجل والمرأة هاي الصداقة لازم تكون موجودة، لأن المرأة تطالب بمساواة وتطالب بالعمل في أمور سياسية وفي أمور اجتماعية قضائية تنفيذية. يعني إذا تكون المرأة موجودة في كل هاي المجالات يجب أن تكون هناك صداقة بين الرجل والمرأة، ولازم المجتمع تؤمن بهاي الصداقة، لأن المرأة إذا نصف المجتمع وتربي النصف الثاني يجب أن تكون هاي العلاقات مبنية على أسس قوية وسليمة وبدون مصالح، بدون حتى سوء الفهم. حتى طبيعي مجتمعنا مجتمع ذكوري أكثر، هاي العلاقات مرات يتفهم بسوء سوء الفهم صح. فيجب أن احنا نعمل بكل نغير هاي النظرة، نغير بهاي النظرة ويكون علاقتنا مع النصف الثاني إلا كعلاقة أخوية، علاقة صداقة حقيقية. قوية حقيقية. بالفترة الأخيرة لاحظنا أنه في تطور هائل من ناحية التكنولوجيا، ثورة من تطور التكنولوجيا يعني من ناحية الحاسوب الإنترنت. أنت برأيك يعني كامرأة كردستانية كيف تعاملت المرأة الكردستانية أو الفتاة الكردستانية مع هذه التكنولوجيا؟ في إقليم كردستان في هذه الناحية، ناحية استعمال التكنولوجيا، مرات يتعرضون البنات إلى مشاكل كثيرة، لأن يأخذون صورهم من الفيس أو من المواقع التكنولوجيا. فهذه التكنولوجيا في خدمة الشعب ولتطوير البلد وليس لخلق مشاكل لهم. دكتورة ميادة، نحكي عن المؤلفات، أنت عندك مؤلفات وكتب، نحكي شوي عنها نشوفها. عندي 3 مؤلفات، Information Communication and Technology هاي باللغة الإنجليزية، وعندي مؤلف باللغة العربية أثر الإدارة المالية في الإنتاج بإقليم كردستان، وعندي كتاب على السياسة والمجتمع باللغة الكردية، يعني السياسة وكومالقة. يتكون الكتاب من قسمين، القسم الأول 24 مفاهيم سياسية واقتصادية، وقسم الثاني مجموعة من المقالات اللي ناشرتها أنا بالجرائد والمجلات في إقليم كردستان. إذن هي قسمين، قسم مجموعة مقالات أنت نشرتيها والقسم الثاني. طيب نحكي عن المؤلفات الثانية الموجودة عندك، هي شو مضامينها أو شو الموضوع؟ الكتاب باللغة الإنجليزية Information Communication and Technology، الفكرة منها كانت التعامل بين الوزارات داخل إقليم كردستان والخارج تكون عبر النت وليس عن طريق كتاب. مثلاً أنا أشتغل في علاقات الخارجية، وعندنا 14 ممثلية حكومة إقليم كردستان خارج القطر، خارج إقليم كردستان. التعامل بيناتنا بين العلاقات وبين الدول الأوروبية تكون عن طريق الإنترنت. عن طريق الإنترنت مثلاً نرسل لهم الكتب، أعمال العالم والكتب اللي توصلنا من المحاكم ومن الجهات الحكومية في داخل إقليم كردستان، نبعثها عن طريق النت إلى الدول الأجنبية.